قدوس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا عندنا أربع موضوعات، والأربعة دول متصلين ببعض تماما. هنمشي خطوة خطوة. أول مرحلة عايزين نعرف نفسنا، المرحلة التانية عايزين نعرف بعض، والمرحلة التالتة إزاي نخلص من أكبر عبء بنشيله في حياتنا اللي هو الماضي، وبعدين في آخر موضوع إزاي نجد الشفاء في الله في المسيح. أول حاجة النهاردة هنتكلم فيها هتكون عن فهم النفس، إزاي نعرف نفسنا، لأن فهم النفس عبارة عن فن من الفنون. انتوا عارفين أسهل حاجة على الواحد أن يعرف الناس كلها، لكن عشان الواحد يعرف نفسه دي مشكلة كبيرة. وعارفين اللي بيعملوه الدكاترة النفسيين والمشيرين ومستشارين وكل الناس دول هو إيه؟ بيساعدونا أن احنا نفهم نفسنا. لما بنقعد كده قدام المشير أو الكونسلر أو الثيرابيست، كل اللي بيعمله المفروض يعني كل اللي يعمله ان هو يحط كده مراية بينه وبين الشخص اللي بيتكلم معاه، ونقول له ايه؟ شوف نفسك، اتكلم عن نفسك، اتكلم عن مشاعرك، اتكلم عن احاسيسك، واعرف نفسك. لانك يوم ما هتعرف نفسك هتعرف ازاي تبقى اكثر سعادة واكثر نجاح في الحياة. وهنا الكتاب حتى بيعرفنا بحكاية دي، بيقول لنا من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. محدش يقدر يعرفك غيرك أنت. سهل جدا أن احنا نخبي نفسنا، وحنشوف إزاي احنا بنخبي نفسنا بطرق مختلفة، لكن صعب جدا عشان نخش جوه الأعماق ونفحص أعماق النفس ونطلع الحاجات التعبانة، الحاجات المكسرة، الحاجات القديمة العتيقة، ونحطها قدام ربنا في الآخر كده ونقول له غير يا رب، دي شغلتك أنت. إحنا زي ما بيقول الكتاب هنا، أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عباداتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل إيه بقى الحتة المهمة؟ تغيروا، تغيروا عن شكلكم بتجديد أسهانكم. في حاجتين الأساسيين في حياة الإنسان اللي بتواجهوا عشان حياته تبقى أفضل في المسيح، حاجة اسمها التغير والحاجة اسمها النمو. نتغير وننمو، دي علامات على فكرة الحياة، يعني حتى خلايا الجسم مبنية على هذا الأساس، لازم تتغير وتنمو من تاني. الخلايا القديمة بتموت وبيطلع بدلها خلايا جديدة. فبيقول لنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أسنانكم، وده الطريقة الوحيدة ان احنا نعرف بيها ايه إرادة الله الصالحة المرضية في حياتنا. ما دي مشكلة عشان كل واحد فينا يعرف ربنا عايز مننا ايه. ما احنا كده لقينا نفسنا في العالم، عمر ما حد فينا داس على زر كده في يوم من الايام وقال له يا رب انا عايز اتولد، ولا حيدوس على زر في يوم ويقول له يا رب عايز اموت. كلنا لقينا نفسنا في الحياه، اللي نفسه في مصر واللي نفسه في امريكا واللي في الصين والهند، وكل واحد فينا بيلاقي نفسه كده في الدنيا ويطور على رساله في حياته يحقق بيها، والانسان بيفكر يحقق بيها نفسه. هو ده الكلام بتاع علم النفس بره، يقول لك غايه الانسان ان الانسان يحقق نفسه. لكن بالنسبه لينا احنا بقى اولاد الله، نقول لا، احنا نحقق اراده الله في حياتنا. ماذا تريد يا رب مني ان افعل؟ تعالوا نشوف، شوف ازاي الكتاب في كلامه الجميل لما يقول لنا عن الابن الضال ده رجع لنفسه. كلمة رجع نفسه دي ثلاث كلمات، لكن الحقيقة بيحتوى على كل عناصر معرفة النفس.
احنا بقى رجع لنفسه، يعني هو كان فين؟ هو عشان ضل يعني ساب نفسه؟ هو كانش ضل عن ابوه، هو كان ضل عن نفسه، هو بعد لنفسه. هو لما رجع لنفسه لان ملوش حياه غير مع ابوه، لما رجع لنفسه ادرك، عشان كده رجع لابوه. فعشان كده في ثلاث مستويات للحركه الروحيه في حياتنا، الحركه النفسيه كمان. المرحله الاولانيه اللي هي مرحله التحول او التغير، مرحله التحول او التغير، ان احنا كلنا محتاجين نتغير. اوعى حد فينا يجي يقول انا خلاص اتغيرت، زي ما الناس يقولوا احنا اتجددنا. صح، في التجديد بالمعموديه ده حصل، لكن عمليه التغيير دي احبائي، ده في الفكر الارثوذكسي عمليه مستمره، لان ما بتقفش، ما بتحصلش كده في لحظه تلاقي نفسك تحولت من بني ادم لملاك، ما بيحصلش، لكن العمليه دي مستمر. عشان كده بعد ما احنا بنبتدي نتغير نبتدي نفهم نفسنا، ونخش بقى في مرحله تانيه بقى اللي هي مرحله النمو او التجديد. مرحله النمو او التجديد دي مرحله جميله جدا، ممتعه، تاخد مننا الحياه كلها تقريبا. لكن في ناس بياخدوا مرحله اعظم كمان اللي هي مرحله السمو بقى، ان الناس بعد ما بيبتدوا بعد ما يتغيروا وبيدركوا حياه التجديد الروحيه والنفسيه الجميله في ربنا، بيوصلوا لمرحله بيلاقوا الدنيا دي صغيره جدا، لانهم بيطلعوا فوق، كل واحد يبعد عن الدنيا يلاقي الدنيا صغرت، فيخشوا في مرحله السمو دي بقى. تسمعوا عن مرحله التسامي، والناس اللي بيروحوا يقدموا حياتهم لربنا والخدمه التكريس وكل الحاجات دي، دي مراحل حلوه بنوصل لها، بس بعد ايه؟ بعد ما كوت شويه. فالسؤال النهارده الاولاني الاساس، يعني هل انت تعرف نفسك؟ انت سهل قوي بتحب الناس تعرفك عن طريق ايه؟ مثلا الاعتراف، تروح لابونا كده وعايز ابونا يعرفك، تعتمد عليه او المرشد الروحي بتاعك. ده ممكن يبقى في العلاقات الاسريه، الواحد يقول مثلا الزوجه انت لازم تبقي عارفاني وعارفه طباعي، ده يمكن هي تعرف طباعك بس انت مش عارف نفسك، وانت هو برضو عارف طباعك بس انت مش عارفه نفسك، دي مشكله. احنا بنعتمد على الاخرين وعايزين الاخرين يفهمونا قبل ما احنا نعرف نفسنا. لكن الحقيقه احبائي، ربنا اداني قدره ان انا اختبر واشوف نفسي، اداني ارشاد، اداني الروح القدس اللي يخليني كده اخش وافحص نفسي في ضوء وصايا الله. ربنا لما اداني القدره دي مفروض ان انا اوصل لمرحلة وتدريب جميل جدا لازم احنا كلنا باستمرار بنقوم بيه، اللي هو ايه؟ فحص النفس. فحص النفس، فاكرين زمان كده احنا دايما اباء الاعتراف يقولولنا ايه؟ محتاج تقعد مع نفسك يا ابني وتفحص نفسك وتشوف حياتك دي شكلها ايه وتراجع نفسك. بس احنا بنتحاشى كده للأسف، يعني ما بنحبش نواجه نفسنا، نحب نواجه بعض. ليه؟ لأن احنا بنخاف زي ما هنشوف دلوقتي. التحديات اللي بتقابلنا في تحديات كتيرة، لكن ده ما ينسنيناش ان احنا لازم نعرف نفسنا، لأن انا اللي محتاج اتغير. مين محتاج يتغير؟ انا. مين محتاج ينمو؟ انا. وانا لما حعرف نفسي احبائي حعرف نقط الضعف ونقط القوة. احنا عارفين كده في لما احنا بنقعد مع حد محتاج لارشاد او كونسلنج او حاجه، بنعمل معاهم حاجه اسمها خطه علاج. خطه العلاج دي خطه جميله جدا، نحط فيها المشكله اول حاجه، وبعد ما نحط المشكله نسال نفسنا، انا اسال نفسي ازاي اقدر اساعد الشخص اللي جاي لي ده، اعمل معاه ايه؟ فابتدي افكر واكتب ممكن نقط الضعف في ايه ونقط القوة. احنا محتاجين نعرف النقط دي، لان لو عرفنا نقط الضعف ونقط القوة هنعرف ازاي نتعامل مع نفسنا.
وبعد كده بقى نبتدي نحط خطة العلاج والأهداف والكلام ده. هدف العلاج ده بتاعنا أو هو التغيير والنمو زي ما بنقول. أرجع وأقول إحنا بنقلق قوي، مش عايزين نفهم نفسنا أحبائي. ليه؟ لأنه بنخاف على عدة حاجات زي ما هنشوف. أول حاجة مشكلة بتقابلنا هو الكبرياء بتاعنا، الإيجو. عارف كل واحد كده إيه عنده حتة مملكة عايش فيها، هو ده الإنسان، مملكة. والمملكة بتاعتنا دي فيها كده محطوط حواليها أسوار، وفي كده عساكر واقفين وظباط وماسكين الأسلحة بتاعتهم، ومحدش يقرب من المملكة بتاعتي دي هيهددني. وما احنا بنزعل ليه من الإهانة؟ لو حد أهاني بزعل ليه؟ لأن بحس إن جوايا الكيان بتاعي مهدد. وأبونا كان بيتكلم على الحكاية دي من شوية، حتة الكيان المهدد دي بتتعبنا جدا، ودي الضربة الكبيرة اللي كل البشر مضروبين بيها، اللي هو السلف برايد، الكبرياء النفسي. وبعدين لما احنا بنبتدي بقى نخش جوه النفس بيحصل عمليات جراحية صعبة جدا. فيها ايه؟ الواحد لما بيتجرح بيحصل ايه؟ ألم، مش كده؟ فين الألم ده اللي بيطلع؟ طبعا بيوجع وبيؤلم الإنسان، لأن الإنسان بيتعرف على حاجات مش عايز يتعرف عليها، نقط ضعف جواه مش عايز يقرب منها، ويقول يعني أنا لازم أخش في الألم ده، وهو لازم أنا أعرف نفسي ويحصل الألم ده. وبعدين أحيانا بيحصل إن الإنسان بيبقى عنده أساليب ماشي بيها في حياته ومش عايز يغيرها. عارفين واحد يقول لك إيه؟ كل واحد نايم على الجنب اللي إيه؟ اللي يريحه. طب ما هتقلق منامي ليه بس؟ عايز تطلع عندي مشاكل ليه؟ وعندي حاجات ناقصة ليه؟ وليه أنت عايزني أتغير يا رب؟ وليه عايزني أنمو؟ وأنا كويس كده، أنا سيبني أحب اللي عايز أحبه وأكره اللي عايز أكرهه، وأعمل اللي عايز أعمله في حياتي، ومبسوط من الحاجة الغلط اللي أنا عايش فيها، والكلام ده كله أنا مش عايز أغير، سيبني أنا نايم كويس. للأسف دي مشكلة كبيرة. عشان كده في ناس فينا عارفين بقى بيلجأوا أساليب. أول أسلوب يلجأوا له عشان يتجنبوا الموضوع ده، عارف يقولك إيه؟ always on the run، الشخص اللي بيجري على طول، واخد بالك؟ يجري يعني إيه؟ مش عايز يقف، مشغول، شاغل نفسه بحاجات كتيرة، مليون حاجة. ليه؟ في ناس كده كتير قوي مننا شغلين نفسهم على طول على طول، ايش المذاكرة والبيت والعيال والأسرة والزوج والزوجة والشغل والفلوس والمصاريف، والمخ شغال والوقت مشغول، يقولك المشغول على طول، مشغول حتى عن نفسه، مش هقول مشغول عن ربنا ولا الكنيسة ولا التوبة والحاجات، مشغول عن نفسه اللي هي أهم حاجة. ليه؟ لأنه لو وقف الإنسان ده، لو استريح شوية هيتخض. في ناس صدقوني أحبائي كده لما يرتاحوا، لما يقعدوا يتخضوا يتفزعوا، لأنه بيلاقوا نفسهم بيواجهوا مشاعرهم الحقيقية، بيواجهوا قلق، بيواجهوا اكتئاب، حزن، ضيق، كبرياء، بيلاقوا حاجات غلط، مخاوف في حياتهم، فيفضلوا جريين على طول. وبعدين الحاجة التانية اللي بيستعملها الإنسان عشان ما يحاولش يفهم نفسه، إنه يخلي نفسه هي مركز الدنيا كلها. عارفين بقى التمركز حوالين النفس، وكل اللي همه إنه هو يبقى نفسه مبسوط. الشخص اللي عايز يبقى مبسوط ده باستمرار وكده، الناس كلها تخدمه، الدنيا كلها بتدور حوالينه. وطبعا دي حاجات ممكن تكون تربت فينا واحنا صغيرين، لو احنا كنا متدلعين واحنا صغيرين. فما نكبر نلاقي ان مركز الحياة هو انا مش ربنا ولا الاخر. ودول الناس اللي بعد كده بيفشلوا في علاقاتهم، وممكن يفشلوا في حياتهم كمان، في العمل، في الشغل، لانه التمركز حوالين النفس والانانية
من أخطر الأمور اللي بتؤدي إلى دمار وخراب. وبعدين في الناس اللي هم يقول لك نيفر فيل بقى، اللي هو مش عايز يشعر، مش عايز أحس. ودي بقى مشكلة كبيرة قوي، مشكلة مع الناس اللي هم ديتاتشد بقى، انفصلوا عن مشاعرهم. وطبعا اللي بينفصل عن مشاعره بينفصل عن مشاعر الآخرين، لأن إذا كنتش أنا حاسس بمشاعري وعارف الفيلينج بتاعي شكله إيه، هشعر بالآخر ده إزاي؟ بيصعب عليا قوي كده لما أقعد يجي مثلا أب أو أم يقولوا لي ابننا ده مثلا مكتئب شوية، نعمل معاه إيه؟ أقول لهم طيب أقعدوا معاه وكلموه عن مشاعره، وأفضل أشرح لهم المشاعر إزاي وتقولوا له إيه وتتعاملوا معاه إزاي. وبعدين أبص ألاقي الأب أو الأم يقولوا لي بس أنا عمري ما اتكلمت عن مشاعري، عمري ما فكرت في مشاعري شخصية. يا سلام، شوفوا بقى، ما هو عشان كده الابن طلع مكتئب غلبان، لأنه البيت ما فيهوش مشاعر، كل واحد ديتاتشد، كل واحد منفصل عن الآخر. المحبة هي إيه؟ لو أحسن تعريف عن المحبة أحشاء، أحشاء رأفات، اللي هي الكمباشن. ده الكمباشنت لاف، ده هو الإنسان يبقى عنده إحساس بالحب، حب للآخر، وإحساس بالنفس، شاعر بنفسه، فاهم نفسه هي إيه. الانفصالية دي صعبة جدا، وطبعا حتة الانفصالية دي بتصل إلى مراحل مرضية. تسمعوا عن الفلات ايموشنز، دي فلات ايموشنز يعني واحد ما عندوش مشاعر خالص، دي بقى مرحلة مرضية. مثل بعد كده الشخص اللي بيدي كل حياته للناس كلها بره، وسايب الناس بياخدوا المزايا بتاعته، يعني كل حاجة هو، مش عايز أقول كلمة مربطونجي أو خدام للآخرين، لكن هو سلم وبقى يخدم الآخرين، بس على حساب مين؟ هو خدمة الآخرين مش غلط، لكن خدمة دي لما تكون على حساب نفسي أنا لا، ما أقدرش. قالك تحب قريبك كنفسك، مش تحبه أكثر منك. أنت النهاردة لما تسيب الآخرين بياخدوا الأدفانتج دي ويستغلوك على لدرجة أنك أنت مش قادر تحس بنفسك، ده وضع مش مظبوط، وده بالواقع أنت يعني شريك في الجريمة دي، لأنك خليت الآخرين إن هم يستغلوك هذا الاستغلال، ده وضع مش مظبوط وبيفصلك عن نفسك. طب إيه رأيكم بقى الشخص اللي مشغول بربنا قوي؟ لا، هو الحقيقة مش بربنا، أنا عايز أقول يعني مشغول في الدين مش في ربنا، يعني مشغول في ربنا حيوصل، لازم يعرف نفسه. لكن الشخص اللي فيه صلابة دينية، اللي فيها التعصب الديني، عارفين الشخص اللي هو بس قاعد كده طول حياته عايز يصلي بتاع 7 صلوات الانجيل ما عرفش ايه، بس كلها عملية اوتوماتيكية ما فيهاش تفاعل اطلاقا مع النفس، والمنظر من بره جميل، صلوات دسات تناول حاجات زي كده، لكن ما فيش تلامس، ما فيش تقابل بين ربنا اللي في حياته وبين نفسيته من جوه، ما فيش روح تلامس بين الروحانية والنفس البشرية، ده مش مظبوط برضو، حتى ولا كان الحاجة المشغولين بيها هي واخدة الشكل الديني. طبعا في كناس تانيين، أنواع من الناس مدمنين بقى، ده المشغولية بقى، الإدمان، اللي مدمن في التلفزيون، والمدمن في الإنترنت، والمدمن في القمار، والمدمن في أنواع الإدمان بقى كلها. دول بقى ناس خلاص بقى حياتهم ما بقتش حياتهم، حياتهم هي الحاجة المسيطرة عليهم. أي عادة تسيطر على الإنسان تبعده عن معرفة النفس تماما. وعشان كده علاج الإدمان هو إيه؟ إن إحنا نساعد الشخص ده يتعرف على الجروح العميقة اللي في حياته، ويشوف الاكتئاب، ويشوف قلة السعادة والفرح، ولما يدرك الحاجات دي ويحطها في إيد ربنا ويشوفها في ضوء حب الله،
يتغير الإنسان. ده الإنسان اللي مشغول بإيه؟ بالإدمان. وآخر واحد بقى اللي هو اللي يقول لك سيبني في حالي، leave me alone، سيبني في حالي. الشخص اللي هو ده زي اللي هو بيقول لك سيبني أنام على الجنب اللي يريحني، بس دوك الجنب اللي يريحه ده ممكن يعني إيه يغير الجنب اللي ينام عليه، لكن اللي سيبني في حالي ده، ده اللي مش عايز يتكلم مع حد، ده اللي هو مش عايز يهتم بأي حاجة، ده واحد كده عايز يعيش في العالم بتاعه وخلاص، leave me alone. طيب إحنا نكتشف إيه لما بنيجي ندور في نفسنا؟ أول حاجة ممكن نكتشفها في نفسنا، ودي حاجة خطيرة جدا، إن النفس بتاعتنا فيها split، فيها انقسام. النفس الممزقة دي نفس منقسمة. أديكم أمثلة لنفس المنقسم. إحنا كتير قوي بنفتكر إنه لغاية دلوقتي في ناس كتير يقولك ساعة لقلبك وساعة لربك مثلا، مش كده؟ لأن ده مبدأ إحنا كنا عايشين فيه باستمرار في المجتمع اللي إحنا فيه، إن ربنا ده ليه يوم والدنيا ليها يوم، الروح ليها يوم والجسد ليه يوم، البر ليه يوم والخطية ليها يوم. وبعدين من جوه النفس مقسومة منقسمة. طبعا النفس المنقسمة دي بيبقى فيها ايه؟ فيها خصام ولا فيها صلح؟ خصام طبعا. عشان كده التصالح اللي اتعمل بالصليب هو تصالح مش بس بيننا وبين ربنا، بيننا وبين نفسنا. لان احنا لو دخلنا في نفسنا الحقيقية احبائي هنكتشف ربنا اللي خلقنا، لان النفس والروح دي عطية من الله. عشان كده النفس الممزقة دي نفس متألمة جدا وتعبانة ومحتاجة لمساعدة. أحيانا بنكتشف في النفس بتاعتنا النفس اللي هي الكونفورمينج أو المتطابقة، يعني النفس اللي هي ماشية مع الجو. الناس بتروح الكنيسة بروح، بتصلي بنصلي، بيروحوا النادي بنروح، بنعمل ده، أي حاجة الناس بتعملها إحنا ماشيين مع الخط ده. طب وفينك انت؟ فين شخصيتك؟ احنا بنخاف قوي بقى على شبابنا الصغير لما يبقى النفسية بتاعتهم هي الكونفورمينج دي، اللي هي ما يبقوا توابع تابعين. ليه؟ لان هيبصوا لنفسهم ماشيين في سكة صح مرة، بس قدام 10 مرات ماشيين في السكة الغلط. واحنا خلوا بالكم، كل واحد فينا بيسأل نفسه، انت ماشي في اي سكة؟ السكة بتاعت الناس كلها ولا سكة ربنا اللي في حياتك؟ السؤال مهم. اكتشاف هنا نمرة 3، ده اكتشاف صعب جدا. النفس المأسورة السجينة. تفتكروا احنا ما بنبقاش مسجونين؟ احنا احرار طبعا، بنتحرك وبتاع، كل واحد عنده بيته وعربيته وغيره، لكن في جوه في حياتنا في سجون مختفية محدش يعرفها غير نحنا، اسمها سجن الإيه؟ سجن الخطية، سجن الشهوة، سجن الطمع، سجون، أنواع من السجون. ونبقى مسجونين جوه السجن ده مش عارفين نطلع منه. في ناس مسجونة سجن الخوف مثلا والرعب، وفي سجن الحزن، واحد حياته كلها حزينة يروح للدكتور يقول لك عندك اكتئاب، ده من غير الدكتور تتكلم حتى مالك كده شكلك حزين كده على طول، اكتئاب. سجن القلق ده سجن فظيع، ويا ما احنا فينا ناس برضو. السجون دي جوه النفس يا احبائي، بس محتاجين نتعرف عليها، محتاجين نشوفها، عشان مين اللي في ايده المفتاح في الاخر؟ الله. انت معكش مفاتيح. الناس اللي عانت من قلة الحب في حياتها واصبحوا مسجونين دلوقتي، السجن بتاعهم بقى سجن بقى ممكن تقولوا انه صعبان عليه نفسه. هنشوف الموضوع ده. طب مين اللي هيطلعنا من السجن ده غير الله؟ السجن المعذبة او النفس المعذبة دي برضو نفس متألمة على طول، في عذاب. وعارفين العذاب ده بيجي منين؟ أكتر حاجة
اكتر حاجة الانسان معذب فيها بيبقى عذاب الايه، الضمير والذنب، عذاب الضمير والذنب. يا ما احبائي، انا شفت ناس يجوا كده يتكلموا، اقول لهم مش خلاص، ربنا سامحك، اعترفت، تبت، يقول لي اه اعتذرت لاخوك اللي انت غلطت له ولا لاختك اللي غلطت له. ايوه، بس انا مش قادر اسامح نفسي، انا مش قادر اسامح نفسي. عذاب يعيش الانسان فيه، وعذاب الضمير ده بيخلي الانسان تعبان جدا. والتعب بتاع الانسان المعذب في الضمير يا احبائي بيخليه يعمل حاجات غلط. ابسط حاجه ويمكن نتكلم عليها في مرحله بعد كده، ان الانسان المعذب ده بيطلع العذاب ده في شكل غضب. تفتكروا الانسان الغضوب ده، لسه كنت بتكلم امبارح في الكنيسه، الانسان ده اللي هو غضوب عنده مشكله الغضب، تفتكروا سببها ايه؟ كتير قوي من الاحيان سبب الغضب ده عذاب جوه النفس، ضميره معذبه متضايق. بس العذاب ده بيطلع في شكل تاني، شكل على الاخرين وفي شكل في البيت وبتاع، وفي البيت كلهم يخافوا يتكلموا معاه لانه ابو لمس كده يعني. طيب النفس دي لازم تشفى، لازم يتعرف هو على النفس القلقانه، ريستلس ده اللي هو على طول ده، عارفين الهايبر، يسموه هايبر ده، كتير قوي الاطفال دول اللي هم بيقولنا ويقولوا لهم روحوا للدكتور وبتاع عشان خاطر يديكم دواء لل ADHD Attention Deficit Disorder ده. وابسط حاجه الاب والام المدرسه بيشتكوا منه، الكلام ده عندنا ما اعرفش عندكم ولا لا، المدرسين ابنكم محتاج لدواء للهايبر ده، فيروحوا للدكتور ويدي الدواء ده الريتالين ده المعروف ده. طيب وبعدين يجي الطفل ده لو يجي في العلاج النفسي يلاقي الطفل ده القلق بتاعه والحركة الزيادة دي حاجات تانية، ده بيطلع حاجات جوه في البيت وفي التربية والدنيا حواليه مش مفيهاش أمان، فحاسس بقلق، والقلق ده بيطلع في الشقاوة الزيادة. عشان كده احنا ما بنقول للمدرسين مدارس أحد، لما العيل يتشقى في الفصل ما تطردوش، حاول تعرف هو في ايه، لان ده جايلك في الفصل المكان اللي هيطلع فيه اعراض المرض اللي عنده. كتير الاعراض دي بتكون سببها حاجات في حياة الطفل الغلبان ده في البيت. ده مش بس اطفال، بيبقوا كبار كمان. بص تلاقي واحدة ست مثلا حياتها كلها في القلق ده على طول، البيت مش نظيف والمعرفش الغسيل شكله ايه، كل الحاجات دي عمالة بتطلع في ايه، ريستلسنس، حالة كده قلق على طول. النفس الضايعة طبعا واضحة جدا واتكلمنا عليها، زي الابن الضال، نفس كانت ضايعة تايهة تايهة. يا ما احنا بنبقى تايهين بسنين طويلة ضايعين، حتى لو لينا مظهر التقوى من بره والتدين، لكن النفس من جوه ضايعة، ضايعة في حاجات كتيرة وأمثلة كتير، كلنا عارفين ايه الحاجات اللي ممكن تضيعها. زي ما قلت لكم كل واحد فينا يحب احبائي يخفي نفسه حوالين اسوار عاليه. الاسوار العاليه دي كلنا عندنا، كل انسان عنده الاسوار دي موجوده بس بنسب مختلفه. تفتكروا يعني في حد ما عندوش الاسوار دي؟ لا طبعا، دي واضحه قوي حتى من ايام ابونا ادم وحواء، امنا حواء كان موجوده الاسوار دي. الاسوار دي احنا زي ما قلت لكم بنحمي فيها الإيجو بتاعتنا، الذات بتاعتنا، الكبرياء بتاعنا، عشان لو حد، لو احنا عرفنا ان احنا غلطانين او السلوك بتاعنا في حاجة غلط هنتعب وهنبتدي نعاني بكل الحاجات اللي قلت لكم عليها دي. فمثلا اول حاجة اللي هي مثلا فكرة الانكار، الدينايل، عندك مشكلة يا حبيبي؟ لا مين قال؟ انا ما عنديش حاجه خالص، ده انا زي الفل، انا زي الفل. احنا مش دايما كده نقول احنا انا زي الفل، انا كويس. وبعدين انت عندك مشكله؟ لا مش انا المشكله، المشكله في مراتي، في اخويا،
ابني، غيره، هم دول سبب كل، انت عارف الناس دول هم اللي سببين كل المشاكل. ده الايه بيسموه الاسقاط، مش كده؟ اسقاط على الاخرين. بعدين بقى الدفاع التالتة بقى، كل دول بقى مدافع وعساكر مستعدين بالمدفعية بتاعتهم عشان حد يقرب، اروح كده عايز احمي الاسوار بتاعتي، يطلع بقى ضرب نار جامد قوي. التالتة بقى اللي هي معرفش العقلانية، اللي هي ايه، التبرير، تعقل تبرر، اللي هو rationalization او justification. ما يجي مثلا تقول لك انت عندك مشكلة يا ابني، عندك مشكلة يا اخوي، عندك مشكلة. طب ما كل الناس عندها مشاكل. تعرفين لما احنا نقعد نقول لنفسنا ما هو كل الناس بتعمل، ما كل الناس بتغلط، طول ما احنا حاطين الحاجات دي كلها عمرنا ما هنتغير. طب ايه اللي يغيرني لما انا اعرف ان انا اللي بعمله نورمال عادي؟ هتغير ليه؟ وبعدين الحاجة الرابعة، حتة التقليل بقى والاستهانة، المينيمايزيشن. يا عم دي حاجة بسيطة، ده كلها سجارتين ثلاثة في اليوم. لكن مشكلة؟ لا مش مشكلة، سجارتين نفسين، ده كل اللي أنا بلعب بيه القمار بتاعي ده عبارة عن 5 جنيه ولا 10 جنيه، دي ورقة يا نصيب بس. خد بالك، بنقلل حجم المشكلة عشان ما نحسش بحجمها الحقيقي. وبعدين الواحد الحاجة الأخيرة بقى اللي هي إيه، الشفقة بالنفس. دي بقى مشكلة كبيرة بنقع فيها، عارف اللي يقولك صعبان عليه نفسه، يا ما إحنا بيبقى عندنا مشاكل ونخبيها وراء السلف بيتنس دي، إن إحنا يبقى صعبان علينا نفسنا. الشخص اللي هو ما خدش حبه هو صغير وبيتألم، طب قاعد في إيه؟ صعبان عليه نفسه، أنا أصلي ما تربيتش كويس، أبوي أمي ما ادانوش حب، الدنيا ما عملتنيش كويس، الريس في الشغل بتاعي بيضطهدني عشان أنا ما عرفش إيه. وابتدينا إيه، الواحد عايش في حتة الشفقة على النفس وصعبان عليه نفسه. يا خلوا بالكم جدا، الخمس ست حاجات دول هما اللي إيه بيتعبونا وبيخلونا نوصل بقى لآخر واحدة فيهم بقى، آخر وسيلة في الدفاع، المماطلة، أو الحقيقة اسمها الحقيقة في الترجمة العربية التسويف. تسويف على فكرة غير التأجيل. تأجل حاجة يعني عندك معاد تقول لا أنا مش حاجي بكرة، حاجي بعد بكرة، معلش أنا آسف هضطر أجل. لكن التسويف لما يكون المعاد مع الدكتور مثلا وعندك المرض وتقول لا أنا مش هأجل، أنا مش هروح للدكتور دلوقتي. إمتى؟ يمكن ما فكر. طب أنت المرض بياكل في جسمك. لا معلش مش تعبان، بعدين المرة الجاية، السنة الجاية. تأجيل وتسويف تسويف تسويف، دي عملية عشان مش عايزين نواجه النفس، مش عايز أعرف نفسي، مش عايز أعالج. فابتدي أسوف وأجل وأجل لغاية إمتى حبيبي؟ العمر فيه قد إيه؟ العمر فيه قد إيه؟ شوف كلام الابن الضال لما يقول إيه، الآن أقوم الآن، ده واحد مش بيسوف، واحد مش بيستنى، مش بيماط، الآن أقوم. وانس مجرد أنه رجع لنفسه أدرك أنه اليوم يوم مقبول، مش كده؟ الوقت وقت مقبول، الساعة اللحظة الحاضرة، أني ما اضمنش إيه اللي هيحصل بكرة. بعدين النتيجة بقى طبعا لما احنا نستسلم الحاجات دي بيحصل لنا الآتي. المشكلة الأولانية كبرياء بيزيد فينا، يفضل بقى زي الكانسر كده. وبعد شوية نبص بعد كده بقى إيه، ممكن مشاكل تستفحل ونوصل لمرحلة الهوبلسنس دي بقى، فقدان الأمل، ودي أسوأ شيء. هو كل غرض الشيطان كله في حربه معانا إن يوصلنا للمرحلة دي، يقول لك مفيش فايدة، خلاص مفيش فايدة، اتعودت ده الكلام اللي بنسمعه، هقدر أبطل إيه ولا إيه ولا إيه.
انا اصلي مش ممكن اتغير، مش دي كلام بنقوله؟ هو بعد السن ده انا ممكن اتغير، ده انا بقى عندي 60 و70 وبقى عندي ما اعرفش ايه. خلاص الاطفال الصغيرين، روح اتشطر على الصغيرين. ياما ياما بنستعمل الكلام ده لما بنيجي نواجه حتة العملية الجراحية اللي بتحتاج لبتر وجراحة. لما يجي السيد المسيح يقول لنا إن أعصرتك عينك اقلعها، أقلع عيني؟ وده كلام معقول يا رب؟ أقطع إيدي وإيدي ولا رجلي؟ ده كلام معقول؟ لكن هو ده الحل، إن إحنا لازم نواجه المواضيع دي، لأن بعد كده هتلاقي مزيد من الفشل، وعمرك ما هتلاقي نفسك سعيد. أمريكا فيها 300 مليون شخص، منهم 80 مليون أخذوا أو بياخدوا أدوية ضد الاكتئاب. كان تتخيلوا الكلام ده؟ 80 مليون. ولما يجوا بقى يعملوا دعاية لأدوية الاكتئاب يقول لك الدواء ده بيستعملوا 22 مليون بالك، والدواء ده مثلا 17، والدواء ده كذا. فشوف بقى احنا وصلنا لإيه أحبائي؟ إيه سبب المواضيع دي؟ سببها إن الإنسان مش عايز يتغير، مش عايز يواجه نفسه. الفشل المتكرر يا أحبائي بيؤدي إلى أسوأ حالات الحالات النفسية. عشان كده إحنا مهم قوي نبص للحاجات الأساسية دي. أول حاجة نبص لها نشوف النفس بتاعتنا دي إنها مش بتاعتنا، دي عطية من ربنا. زي ما قلت، عمر ما كان ليك إرادة إنك تدوس على زر وتقول عايز أتولد، ولا هيكون ليك إرادة تدوس على زر وتقول عايز أموت. مش هتقدر تموت نفسك طبعا، لكن تشوف نفسك ايه؟ خليقة ربنا، وربنا بيكملك فيه، وانت بتستكمل في الله. ربنا شافك بيشوف فيك الكمال، خلق صورة الله ومثاله، في احلى من كده؟ وبعدين حاجة تانية، انك تقبل نفسك. ليه؟ لأنك عمرك ما هتبقى كامل، لكن تقبل نفسك فالله. شوف يعني لما أقول له بكده، معلمنا بولس يقول له عندي شوكة في الجسد، يقول له ما يهمكش، تكفيك نعماتي، قواتي في الضعف تكمل يا بولس. يوم أنت تبقى كامل ما يبقاش فيه ليه مجد، في مجد فيا. مش ممكن أنت تبقى كامل وأنا كامل، لازم أنت تبقى ضعيف ولازم تشعر بكده عشان أنا أكملك. وفي الواقع عمرنا ما هنعرف نوصل للكمال من غير ربنا، لكن لازم نقبل نفسنا واحنا مش كاملين. الله بيقبلنا بدون شرط ولا قيد. اللو دي مش موجودة عند ربنا، لكن بيقول لنا ايه؟ مع انك بالرغم من، انا بقبلك بدون شرط. حاجة خامسة، انك انت الكمال ده هدف تسعاله، هدف تسعاله، عشان دايما يبقى فيه هدف للنمو. كونوا كاملين، كونوا كاملين. استوعب ربنا، لانه الله هو اللي بيخلينا كاملين. وهو يعني انت لما تفكر ازاي احنا ناقص، مهما حاولت انا ناقص وضعيف وخاطئ، لكن روح ربنا، ربنا هيكملني ويكمل ضعفي. وإنه الإنسان حتى الإنسان الكامل مستقيم ممكن يسقط، والصديق يسقط 7 مرات ويقوم. والأباء يقولوا لك إن الصديق دي درجة أعلى من القديس، حتى الصديق بيسقط. طب ما تيأسش، ما فيش يأس أبدا. اليأس إيه؟ عدو الإنسان. دول 7 نقط الأولين. 7 نقط التانيين، أول نقطة إنك أنت تتجنب موضوع البرفكشنزم ده، لأن احنا كلنا بنحاول نبقى كماليين أو استكماليين. طب إيه الفرق بين الكمال والاستكمال؟ ها؟ فرق إيه؟ فرق لغوي كده؟ لا، الكمال كونوا كامل زي ربنا، كونوا كاملين مثل أن أباكم السماوي هو كامل. الاستكمالية أحبائي ده مقياس بشري، زي بقى كده احنا في البيت لما عايزين كل حاجة تبقى كاملة، حاجة محطوطة في مكانها والحاجة نظيفة والدنيا تبقى تتقلب وتبقى مشكلة في البيت لو العيال مش موضبين أوضتهم ولا رمين الحاجة ولا غيره، الفوضى دي احنا ما بتعجبناش، تحصل لنا حالة قلق.
ده الاستكمالية. لو ابني ولا بنتي ما بيجيبوش الدرجة النهائية ده استكمالية، لكن لو جابوا 90% تبقى حاجة وحشة جدا. كلها دي مقاييس بشرية للكمال البشري. تواضع دائما، لأن الحقيقة التواضع أساسي جدا أنك تعرف نفسك. ولما الإنسان بيتضع بيبقى مستعد أنه يطاوع ويخضع لله ويخضع للوصية. تجنب الشعور بالأسف زي ما قلنا قبل كده، وبعدين أنا بنراجع الحاجات دي، وبعدين دايما شوف حاجة حلوة تعملها. بص حواليك هتلاقي حاجة حلوة، هتلاقي إنسان محتاج ليك، محتاج إنك تحبه، محتاج تسأل عليه. ده بيطلعك من دايرة نفسك في الآخر. معرفة النفس دي المفروض تقودك لحب الآخر. شفتوا ازاي بقى؟ اوعى تفتكروا ان احنا نعرف نفسنا ان احنا نتقوقع، لا، يبقى ما فهمناش الدرس. معرفة النفس تقودك للآخر، لانك انت لو عرفت نفسك هتشوف حب الله فيك، وحب الله وكلمة الله لا تقيد، ما تقدرش. الحب ده لا يمكن يتحط تحت المكيال، لازم يطلع زي النور وينور للآخرين. عشان كده اللي عنده حب ده ويشوف ربنا جواه عنده غيرة دايما انه يساعد الآخرين ويتعب من أجل الآخرين. عارفين أكبر تحدي للإنسان هو الإنسان يطلع من دايرة نفسه في الآخر ويحب حد تاني. أنا متذكر مرة حضرت، يعني كان محاضرات زي كونفرنس كده عشان نجدد الرخصة بتاعتنا، وكانت المحاضرة عن الزواج. أنا مش قصدي أتكلم على الجواز النهاردة، بس لكن المحاضرة الست اللي كلمت واحدة يعني أستاذة وقالت، يعني بعد ما اتكلمت على الزواج قالت بس خلوا بالكم أنا عايز أديكم تحدي النهاردة كلكم لما تخرجوا من المحاضرة، عايز كل إنسان فيكم يطلع ويشوف إنسان يحبه بالمعنى الحب الحقيقي. كان بتتكلم بالمعنى المسيحي العطاء اللي هو أكثر من الأخذ. وبعدين لما تقف غلط لازم تعترف بيه وما تيأس. السبع نقط الأخرانيين، إنك أنت تتصالح مع نفسك عشان توصل للسلام مع النفس، وبعدين تجد وقت لنفسك عشان حاجة مهمة جدا، وبعدين نصلي. انت مش عارف تتقابل مع نفسك، قول له يا رب كده ايه، ساعدني ان انا اتعرف على نفسي واعرف ضعفاتي. مش هتقدر تعمل الحكايه دي من غير ما تصلي للاسف يعني، والروح القدس هو اللي هيعلن ليك ايه اللي في اعماقك في الاخر. وبعدين خلي دايما القائد بتاعك هو الروح القدس، كلمه الله، كتاب المقدس، مش الحكمه البشريه. يا ما احنا بنمشي ورا كلام بشر، ما بمشيش ورا كلام ربنا. ما تنفصلش أبدا عن جسد ربنا ودمه. وراجع نفسك، خد لك قديس كده مثل أعلى. ينفع الحكاية دي؟ كل واحد فينا كده ياخد له شفيع مثل أعلى. قديس أوستينوس ده على فكرة شفيع شباب كتير في أمريكا عندنا، الشباب بالذات اللي كان ليهم خبرات مش كويسة وتابوا ورجعوا لربنا. كلهم تقريبا يقول لك القديس الأنبا موسى الأسود والقديس أوستينوس والقديسة مريم المصرية في التوبة يعني. وبعدين برضو آخر حاجة، شوفوا أنا قلتها لكم دي ثالث مرة وهاكم، مفيش يأس، مفيش يأس مهما كان مهما كان. أشكركم جدا جدا، لإلهنا كل مجد وكرامة.